السلام عليكم اخوتي المشاهدين، اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نتشارك معكم الطريقه ديال الماسك. هذا الماسك الصراحه زوين، كيبيض الوجه، وان شاء الله كنتمنى يعجبكم. هذا الماسك اللي غنوري لكم اليوم راه مفيد، فيه مفيد الصراحه زوين في وقت ديال الشمس، كيدير تبييض الوجه، وكنتمنى يعجبكم. وكنحتاج معلقه ديال الحرقوم، الحرقوم بلدي كيدير تبييض الوجه، وعندي معلقه ديال النشا، النشا الصراحه زوين البشره، وعندي جوج نقطات ديال الزعتر، الزعتر راه مفيد. هذا الماسك اللي غادي نوري لكم اليوم راه طبيعي، وعندي معلقه ديال ماء ورد. هذا الماسك اللي غنوري لكم كيدير تبييض مزيان في هذا الوقت، الجو سخون كيخلي البشره ناعم. ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. غادي نخلط هاد المكونات اللي عندي، غادي نتبع نخلط هاد الشيء، غادي نزيد الماء ورد، معلقة وجوج نقطة ديال الزيت الزعتر، زيت الزعتر راه كيخلي البشرة ناعم، اللي عنده البشرة ناشفة مزيان دير شوية زيوت في شي ماسك، إلا بغيتي دير الماسك. عندي معلقة ديال الماء ورد، غادي نحرك هاد المكونات مزيان، صراحة هاد الماسك راه ديال الوجه كيحيد البشرة ميتة، واخا قصح شوية غادي نزيد ليه الماء ورد، غادي نجرب فواحد المنتجات عندي جارتي، راه تاع الوجه، مي غادي نجرب في يدي ديال البنت، صح كيعطيك النتيجة من النهار الأول. كندير الحمام مريم البشرة حتى نحل المسامات، غادي جرب نترك يدها في الحمام مريم. ودابا غادي نبدا الماسك ديالي، اللي غادي نبدا ندير الماسك في يد ديال البنت، هادي الماسك اللي غندير اليوم زوين بزاف في البشرة، كيحيد الجلدة ميتة، وزوين إشعة الشمس، راه مفيد، ما فيه شي حاجة اللي غادي تضركم. نستمر حتى نكمل الماسك ديال الماسك تاع البنت. ودابا غادي نخليه 15 دقيقة حتى ينشف لينا، عاد نجي نفرك هاد الماسك باش نخلي الجلدة ميتة، باش نفركها باش تخدم من جديد. هيا الماسك ناشف، ودابا غادي نفرك بيديا، كتحس يدين صراحة شيء رطوبة، خفيفة، ماشي شي حاجة ناشفة وقاصحة،
كنحس الجلد طبيعي. نستمر حتى نخلي النسمات تحضرين شوية. دابا غادي نغسل النصف ديالي، شتيها كتحيد شي جلدة، سبحان الله تبدأ النتيجة من نهار الأول. ما تخافوش، حرقوم بلدي راه صحي. دابا غسلنا اليدين ديالنا، هاهي الصفورية مازال فقط، غادي نحيد. غادي نوري لكم طريقة الصابون أسود، اللي عنده الصابون أسود هكا نغسل بيه وجهي ديالي، اللي عنده شي صابون آخر بحال دوف اللي عندك تقدر تغسل بيه وجهي. غادي نغسل بالماء بارد، غادي نحيد هاد الصابون بالقطن. نحاول ما نضغط على الجلد ديالنا، لا درنا شي ماس، ندير مسحة خفيفة. خصك تغسل وجهك مزيان بالماء بارد. واخا خليت الصفورية ديال الحرقوم ما كاين مشكل، كتبين لك النتيجة من نهار الأول. كنصح لكم البنات ديروا هاد الماسك جوج مرات في الأسبوع. إلا درتي هاد الماسك في وجهكم ديال العنق ديالكم، ما تخافوش هاد الحرقوم من بعد سوجات مزيان. دابا غادي ندير ندهن الجلد ديالي بالزيت الورد. هاد الزيت الورد مزيان للبشرة، ممكن تستعمل الزيت الورد تخلي البشرة ناعمة، تحيد التجاعيد. خلي النسمات تجمعو، نحاول ما نضغطش الجلد ديالي ندير هنا خفيفة. ديري مساج خفيف، هيا بشرة باينة صراحة، كتحيد الجلدة ميتة. هيا الفرق باينة، ودابا غادي نقول لكم ان شاء الله تجربوا هذا الماسك. صراحه راه زوين وطبيعي، ما فيهش لي ضرر ولا شي حاجه غير تضركم. ان شاء الله غادي نودعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله. السلام عليكم.